اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نشوفوا فيه طريقه سهله ومبسطه باش نحضروا بها باش نحضروا لي فينونسيي. كون تابعوا معايا الطريقه والمقادير ومرحبا بكم معايا. فبالنسبه للمقادير البنات، كيف ما كتشوفوا معنا عندنا هنايا 250 غرام ديال بوغ نوازيت، يعني الزبده مذوبه. الزبده كنبقاو نذوبوها حتى كتولي على هذا الشكل هذا. كنخليوها على عافيه تكون مهيله وكتعطينا اللون حتى كيولي اللون ديالها هكذا ذهبي، عاد كنحيدوها من فوق النار. غادي نحتاجو كذلك الاغوم ديال سيترون، نحتاجو اغوم ديال سيترون، غنحتاجو اغوم ديال الكافي، غادي نحتاجو 290 غرام بودغ داموند، يعني بودره اللوز، وغنحتاجو كذلك 250 غرام ابيض البيض. هو هذا ضروري يا البنات من العبار في هاد الوصفه هذه، ضروري ومؤكد. وغادي نحتاجو كذلك السكر كلاصي او السكر الناعم، غنحتاجو 225 غرام، وغنحتاجو 70 غرام ديال الدقيق الابيض. ضروري يا البنات من هاد الميزان، بحال هاد النوع ديال الميزان هو اللي كنستعمل انا، هذا ضروري البنات ما يكون عندكم ميزان، يعني ما غاليش بزاف. لاباتيسري ضروري كتبغي الحبار. اذا غندوز باش غادي هاد عندي هاد البودرة اللوز وسكر السكر الناعم الدقيق، غادي ضروري مندوزوهم في المصفات، يعني نغربلوهم باش ما يبقاوش لينا هاد الحبيبات كيف ما كنشوفوا. وندوزو باش نوريكم الطريقه ديال التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، خلطنا هنايا بودره ديال اللوز مع السكر الناعم ومع الدقيق، وكما قلت لكم غربلناهم مزيان. ضروري نصفيهم، ضروري ندوزوهم في الغربال او في المصفات باش ما يبقاش فيهم هذوك الكويرات. غنضيفوا عليهم هنايا ابيض البيض، راهم ساهلين البنات، غير تبعوا معايا الطريقه. غادي نبقاو نخلطوا مزيان حتى يتجانس لينا داك الابيض ديال البيض مع السكر ومع الدقيق ومع بودره اللوز على هذا الشكل. هذا هو الخليط دابا ولا متجانس. غادي نجيبو دابا الزبده ديالنا اللي ذوبناها، ها انتم شفتوا كيفاش دايره بوغ نوازيت. غادي نبقاو نصبو بشويه بشويه ونبقاو نحركو، يعني نبقاو نصبو غير بشويه ونحركو حتى نكملو داك الكميه اللي عندنا كامله على هذه الطريقه. هذه هي بشويه بشويه كيبدا داك الخليط يشرب لينا الزبده، هانتوما شفتوا. ونستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، يعني غير بشويه بشويه كما قلت لكم. نبقاو نهزو من التحت للفوق. انا كملت البنات هذيك الزبده اللي كانت عندي كامله، هانتوما شفتوا الخليط كيفاش كيكون. شنو غنديروا دابا؟ اللي فينونسي ضروري البنات ما خصهمش يبقاو هكا باش نخدموا بهم، حيت غادي نحتاجوا لي مول ديال السيليكون. ما خصهمش يكون الخليط بحال هكا، يعني تكون العجينه سائله، لا. غادي ندخلوه للمجمد، الا كنا مزروبين به غادي نخليوه في المجمد واحد ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع، ولا نقول ولا المهم حنا حاطينه في المجمد ومره مره كنقلبوا غير نحسوا بالخليط قبط راسو، ديك الساعات نخرجوا نخدموا به. اولا الا ما كناش ما يعني الا ما كناش مزروبين به، ممكن نديروه في الثلاجه يبات ليله كامله، ولا غد لي كيكون جاهز باش اننا نخدمو به. فهاد الاثناء هادي شنو غندير؟ انا غندير الخليط ديالي في المجمد، لانني انا باغا نستعملو باغا نخدم به، يعني دابا غنديرو في المجمد بما يشد راسو. غندوزو باش نوجدو العناصر ديال الزين اللي غنزينو به هاد لي فينونسي هادو. من بعد ما غنخرج الخليط انا غادي نقسمو على جوج، واحد غنستعمل فيه كما قلت لكم النكهه ديال الحامض، والاخر غنستعمل فيه النكهه ديال القهوه. بالنسبه للقناش البنات، راه استعملنا نفس القناش اللي استعملنا في الكاطو كلاصي ديال الفيديو السابق، يعني كاين شوكولا من نوعيه جيده، وكاينه القشده الطاريه او عفوا الكريمه السائله. دائما كيف ما قلنا قاعده في القناش،
مثلا عندنا كاس نديرو حنايا بالكاس، باش حيت كلشي كيكون عنده، ماشي كلشي كيكون عنده الميزان، مع العلم ان الميزان ضروري خصو يكون كيف ما قلنا. كاس ديال القشده الكريمه السائله، معها نصف كاس من الشوكولا. وهاد القاعده هذه كتمشي، كل ما يعني كل ما زدنا في الكميه ديال القشده، الكميه ديال القشده النصف ديالها تيكون الشوكولا. وغادي نديرو دابا القشده ديالنا تسخن لينا فوق النار، ونضيفو عليها الشوكولا. هنا شنو درت البنات، خديت واحد الشوكولا الشكلاط البيض ذوبتو، غادي ندوزو باش نكملو التزيين. تنوجدو عفوا عناصر ديال الزين اللي غنزينو بهم الفيلونسي ديالنا على ما بردو لينا وهما في المجمد. كناخدو هاد المول ديال السيليكون هذا، هاد الشكل هذا، وكناخدو حبيبات البافو او شقائق النعمان، وكنديرو واحد شويه هنا لتحت. كنتمنى يكون كلشي كيبان لكم. غادي نعمرو هاد القالب ديالنا كامل بهاد الحبيبات ديال البافو، غير باش يعطينا واحد الموتيف ملي نديرو عليه الشوكولا الشكلاط الابيض. كنظن راه الفكره غادي تكون وضحات بحال هكا. حتى نكملو وغندوزو باش ناخدو هداك الشكلاط اللي ذوبنا، غنبقاو ناخدو ونعمرو به هاد المول ديال السيليكون حتى نكملو الاشكال اللي عندنا كامله. ما نعمروش بزاف باش ما نضطروش اننا يعني نقصو بزاف ديال الشكلاط في الاخير على هاد الشكل هذا. وانا غنستمر حتى نكمل كلشي ونوريكم منين غادي نديرهم في المجمد، منين غادي نكونوا كنزينو عفوا. غادي تشوفوا معايا هاد الطريقه ديال الزين كيفاش غنزينو هاد الفينونسي. هنا واحد القضيه مهمه البنات، فاش كنكملوا التعمار ديال المول ديالنا، كناخذوا بحال هكا كنضربوه واحد شويه، ها نتوما شو باش كتبسط معنا، وكنحيدوا ليه داك الزوائد كامل اللي هنايا، هادشي كنحيدوه بالموس. دابا غنديروه باش يبرد لينا في المجمد. ها هو الفينونسي ديالنا، شفتو ها هو خرجناه من المجمد، ها هو قابط راسو. دابا ممكن يمكن لينا نخدمو به. اذا غادي نقسم انا كما قلت لكم، غنقسم الخليط على جوج، يعني على قسمين. واحد غادي ندير فيه نكهه الحامض، والثاني غادي ندير فيه نكهه ديال القهوه. هنا بالنسبه للنكهه ديال القهوه، كتستعملوا القياس اللي يعني اللي بغيتو. هي في نفس الوقت كتعطيكم المذاق ديال القهوه، وفي نفس الوقت كتعطيكم حتى اللون. صافي كنديروها وكنبداو كنحركو مزيان. نتوما اللي شفتوا ان الخليط كيبدا كيتلون معنا، وحنايا كنزيدوا على حساب وكنذوقوا، كنشوفوا واش داك المذاق هو اللي بغينا نحصلوا عليه. كان المذاق بغينا نحصلوا على مذاق مجهد، راه حنا كنزيدوا في الكميه. بغينا المذاق يكون خفيف، راه حنا كنكتفوا فقط بهذه الكميه اللي درنا. دابا انا خديت الخليط ديال الفينونسي اللي لونته بالسيترون، اللي عفوا نكهته بنكهه ديال الحامض او الليمون الحامض. غنستعمل هذا المول ديال السيليكون هذا، صراحه كيبقى لابوش هو من احسن يعني احسن طريقه باش اننا كنعمرو، يعني دغيا يعني كنعمرو هذا المول ديال السيليكون. غنبداو بحال هكا هذا الشكل هذا، ما غاديش نعمروه كامل، غنعمرو غير النصف ديالو. مازال غادي نعاودو نقادوه. كذلك البنات نفس الشيء، الفينونسي اللي نسمناهم، العجين ديال الفينونسي اللي نسمناه بالقهوة، غنعمرو تاهو في هاد المول السيليكون. هذا عنده يعني ثقب في الوسط، هذا العكس ديالو، هذا مسطح. غادي نشعلو الفرن ديالنا على 180 درجة. لي فينونسي يعني من الأحسن نطيبهم في الفرن الكهربائي، أو الليلة كنا غنطيبهم في فرن ديال الغاز، يعني النار تكون متوسطة. وغادي نشعلو الفرن ديالنا كيف ما قلت لكم، وغندوزو باش نوريكم كيفاش خاصنا ندخلوهم، حيت هما عندهم واحد الطريقة ديال الطهي. كنغطيوهم بورق الزبده من الفوق، وكنتقلوا عليهم شي حاجه ثقيله باش ولو يتنفخوا لينا ما يجيونا الشكل ديالهم يعني مسطح. كيف ما قلت لكم البنات بحال هذه الطريقه، هذه غناخذوا ورق الزبده هكا
وغادي نتقل عليهم شي حاجه وغادي ندخلهم الفرن يطيبوا لمده 10 من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. كيف ما قلت لكم نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، ممكن تاخذوا هاد لي مول السيليكون هكا وتعمروهم بالفينونسي بلا يعني بلا بات ديالكم اولا بلا بالعجين كيف ما بغينا نسميوه، وتحتفظوا بهم في المجمد هكا يعني يكونوا هكا يعني مازال ما طايبينش، تحتفظوا بهم في المجمد منين تبغيوهم كتجبدوهم وكتدخلوهم ديريكتومون الفران وكيجيو صراحه رائعين بحال يلا صايبتيهم جدادين. هذه يعني هذا واحد لاسيوس بغيت نشاركو معكم، واحد السر بغيت نشاركو معكم بحال هكا ملي كيكون عندكم وقت الفراغ ولا جاو عندكم شي نهار ضيافه لا غفله كتقدروا ديروا هذه الطريقه. هذه انا هكا تقلت عليهم البنات، خديت هاد الطاوه هذه من بعد وضعت فيها هاد الطاوه هذه. هاد الطاوه هذه صراحه هي اللي بانت ليا ثقيله، هي اللي غادي هي زعما اللي غادي تقل عليهم مزيان. صافي دابا غندخلوهم يطيبوا، من بعد ما يطيبوا نخرجهم باش نزينوهم. النهائي ديال هاد الشكل هذا نعاودو واحد اخر هكا كيف ما قلت لكم، كنحاولوا نديرو في الجنب شويه وكيجي على هاد الشكل هذا. ودابا نوريكم طريقه الزين ديال الشكل الاخر. بالنسبه للشكل الاخر البنات دوبت شويه ديال الشكلاط البيض، عندي هنايا البيستاش يعني مهرمش كونكاسي اولا حبيبه اولا يعني بيستاش هكا صحيح، وعندي هنايا الصنوبر اولا نوا دو بيكون. ممكن تستعملوا اي حاجه في التزيين ما تقيدوش بداكشي اللي زينت به انا، المهم التزيين انا كنوريكم الفكره ولكن كل واحد والطريقه ديالو في التزيين. كذلك كاينين هاد الحبيبات ديال الشوكولا، كذلك كاين تقدروا تضيفوا غير شويه ديال فيغميسيل، المهم كاينين يعني في السوق الحمد لله يعني اشكال عديده ديال التزيين. اذا دابا غندوزو باش نوريكم الطريقه. غادي ناخذ شويه ديال الشكلاط الابيض غادي نديروه في هاد في الوسط ديال، ضروري نبقاو نضربوه بحال هكا ونديروه هنايا في الجنب كيبانش. كنتمنى انتما هنايا في الجنب كنديروا شويه ديال البيستاش، كنديروا هاد نوا دو بيكو هكا وكنديروا هاد الحبيبات ديال الشوكولا وكيجي هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى يكون واضح. نعاودو نزينو وحده اخرى. اذا كيف ما قلنا ذوبنا الشكلاط كنعمرو به الوسط ديال الحلوه على هاد الشكل هذا. دابا غادي نزينو يعني بفستق على يعني فستق هكا، هذا كيف ما قلت لكم الصنوبر، وهكذا كنزينو بحبيبات ديال الشوكولا. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم البنات، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.